الله الرحمن الرحيم. مشاهدين قناة حمل تي تي في، مرحبا بكم كما تشاهدون في الصورة معنا إخوان الأبطال تنظيم جولدن لوفت، وكذلك البطل سي عمر عويدات وبالناجي ياسين والإخوان التنظيم ديالو أسامة أي تي عيا كذلك ومثال، ومجموعة من الأبطال ديال جمعية القدس حاضرين معنا للاحتفال بالأبطال ديالنا داخل مدينة فاس اللي حققوا واحد النتائج جد مهمة في العصبة ديال فاس وكناس. جينا نحتفلوا بهم وباش ان شاء الله هذا كتحفيز لينا كاملين باش نكونوا في الصداره في جميع المحطات ان شاء الله، لما لا مادام عندنا ابطال في هذا المستوى ان شاء الله غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله وبقوه باذن الله. فنعطيو الكلمه الاولى لسي توفيق السعدي، شنو الراي ديالك في هذه السباقات اللي دازوا لا الاولى ولا الثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معكم توفيق السعدي مخرج جمعيه القدس طونديل ديال جولدن لوفت مدينة فرحي. صراحة بجوج مطارق دازو مطارق يعني سيرتو المطلق الأول كان شوية صعيب، كان شرقي كانت لافتة شوية طايحة، الحمد لله بانوا المنافسين صراحة جمعية القدس بانوا فيها منافسين قويين بحال سي عمر سي الناجي الإخوان سي أمين الدراري سي أخانا سي عبد الله إخوان كاملين تبارك الله، كانت منافسة قوية واستطعنا باش نديو يعني 13 ديبلوم تقريبا من الثلاثين الاولى، تبارك الله منافسه قويه وتحفزنا والحمد لله. جا المنطق ديال الرماني كان دافيتا طالعه عاوتاني تحتنا الوجود ديالنا الحمد لله، ودخلنا بين يعني بين ثلاثه الاولى يعني حمام تكون برومي ولا دوزيام ديال القدس ان شاء الله الكاس الحمد لله. يعني الدراري المخالفين جمعيه القدس يعني بينوا لا في المطلق قاصح ولا في المطلق يعني دافيتا طالعه ولا دافيتا طايحه، بينوا على يعني قوه المنافسه. ونتمنى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نكملوا هذه البطوله ديال السرعه وباقي البرنامج ان شاء الله بهذه القوه، وهذا الشيء هذا كله راجع ل يعني الجنود الخفاء سي عمر شاكير والمكتب ديالو يعني اللي قايمين بواحد الواجب كبير مساكن من الناحيه التنظيميه. صراحه الله انا من الناحيه ديال يعني الظروف فاش يمشي الحمام ولا سي تنشكروا هذا المنبر سي عبد الاله كونفايور ديالنا يعني حتى هو تبارك الله ترجع له فضل هذه النتائج هذه الله يسعد الاله. الكلمة ديالها ان شاء الله وراه كاينين الابطال مازال سي محمد رجعنا سي نبيل سي عبد الله الاخوان تبارك الله الاخوان ديالنا كاملين الله يوفقهم سي نور الدين بن رهوان الاستاذ ديالنا تبارك الله راه كاين يعني مجهود يعني صراحة، وان شاء الله نطلبوا الله التيسير ان شاء الله باقي المسابقات الامور. شكرا مرحبا، هادشي اللي كنطلبوا منا جميعا باذن الله. كما كتلاحظوا معنا الاخوان جمعيه القدس الحمد لله يد في يد كاملين على قلب رجل واحد ولله الحمد، ما كاينش الفرق ما بين البطل وما بين المبتدئ ولله الحمد عند الله، عندنا كلشي سواسيه الا شكون اللي كيميزنا هي النتيجه، النتيجه هي اللي كتميز ما بين هذا وهذا. اما بالنسبه للتنظيم الحمد لله كل عندنا كلشي بحال بدون استثناء، وما كاينش غير عمر شاكير في الراس ديال جمعيه القدس بمدينه فاس، لكن كاين عمر عويدات، كاين نور الدين بن رهوان، كاين سميتو زكريا، كاين الاخ حمزه عارف، كاين واحد يعني واحد المكتب اللي كيساند الحمد لله جمعيه القدس ومنخرطين كذلك ومثال، حتى هما يعني كيتكاتفوا معنا الجهود وكيلبيو ان جميع المسائل اللي كنطرحوها عليهم الحمد لله ما كنلقاوش ذاك المعارضه من اجل مثلا يعني من اجل المعارضه، ملي كتلقى شي معارض تلقاه من اجل التحفيز الاحسن من اجل الافضل باذن الله في جمعيه القدس. والنتائج ديالها بانت الحمد لله في هذه السنه هذه اللي خدات الصداره في المطلق ديال تيف 320 كيلومتر، وكذلك في الرماني فوزت 11000 حمامه طبعا الصداره الاولى في روميان، وفوزت تقريبا حوالي 10000 حمامه ربما الرتبه الثانيه او الثالثه يعني يعني داخل الرماني في مدينه فاس، وممكن ان شاء الله تكون عندها داك 8 7 ديال الدبلومات يعني في الرماني. اما بالنسبه لتيفلت فكانت عندها 13 او حتى 16 ديبلوم باذن الله، وكما غادي تشاهدوا معنا في الصوره كاين السي اخانا حتى هو حصل على واحد الديبلوم غالبا باذن الله في الرماني ان شاء الله، وبطل كبير ديالنا في مدينه فاس يعني جمعيه القدس اللي شرف على السنه الفائته ولله الحمد وحضر كان حاضر بقوه وكان واحد الانجازات قويه، وهذا العام ان شاء الله هو ذاك يعطي الكلمه ديالو، وكذلك نعطي قلنا شي كلمه في حق جمعيه القدس. تفضل السي اخانا.
بسم الله السلام عليكم اخوان اللي مزيان لاباس عليكم. الحمد لله جمعيه القدس كانت في احسن مستوى، واول عام لعبت فيها كان عجبتني الصراحه بزاف، وهي اللي خلاتني نرجع نلعب فيها العام الثاني. والابطال ديال تبارك الله كانوا مزيانين بزاف 100%، وفيها الناس اللي عمرها سلعوا وناس باخر الحمد لله. هادشي اللي كان. السلام عليكم. اعطي الكلمه لسي ما سي بوحيا كيستحيش شويه. كاين سي عبد الله خجاج معنا حتى هو ان شاء الله منافس قوي، يقول الكلمه ديالو. نحيي هاد الناس ديال المكتب ديال جمعيه القدس، ونتمنوا مسيره موفقه على الجمعيه ان شاء الله. الله يسخر الجميع. كما كتشاهدوا الاخوان في الصوره معنا، الاخوان كلهم حاضرين وكلهم الحمد لله يعني كيحتفلوا معنا بهذه المناسبه مناسبه كبيره بالنسبه لنا ولله الحمد وللذكرى هذه جمعيه القدس اسسها 2017 وزمت يعني النشاط ديالها 2018، وهذه السنه الثالثه وهي كتزوم النشاط ديالها. الحمد لله استطعت في السنه الثالثه انها تكون يعني منافس قوي داخل مدينه فاس، ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. ودابا غادي نودعوكم ونخليكم ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله مع جمعيه القدس. فتحيه للجميع. بارك الله عليكم واشرفوا. مازال الامام. نتوب عليك اخويا. فيف قدس. الله يسخر. الله يسخر. ديما ديما. وسعمك.